المؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي الذي عقد في مدينة إسطنبول على مدار يومين أنهى أعماله ببيان ختامي تضمن توصيات وخارطة عمل في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق. أولاً، يؤكد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ الميثاق الوطني العراقي لما فيه من رؤية واضحة وشاملة لبناء عراق حر وكريم موحد واستعادة سيادته. ثانياً، يدعو الميثاق الوطني العراقي شعبنا الذي ما زال يعاني من أوضاع مأساوية إلى الاستمرار بمساندة ثورة تشرين وتصعيد التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في جميع المحافظات العراقية. ثالثاً، يجدد الميثاق الوطني العراقي دعوته لجميع القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية إلى الشروع في حوار جاد لإنضاج صيغة وطنية لعملية سياسية سليمة. وبعد قراءة البيان الختامي فتح المجال أمام الصحفيين والحضور لطرح الأسئلة حول عمل الميثاق وخططه ورؤيته لثورة تشرين وعلاقة مكوناته بالمتظاهرين والقوى الفاعلة على الأرض. ما هي سبل دعمكم للجان التنسيقية لثورة تشرين؟ وسؤال آخر، بالإضافة إلى جهودكم الإعلامية لمساندة الثورة، هل لديكم جهود على المستوى السياسي؟ نعم، لدينا وجود في ساحة التظاهرات وبمستويات مختلفة وأشكال متعددة. أنتم في الميثاق الوطني كيف تنظرون لأهداف المتظاهرين المعلنة؟ هل تتوافقون معها أهدافاً وتطلعات مع الأهداف المعلنة للمتظاهرين؟ من المعلوم تماماً أن الأهداف واضحة والإصرار الكبير لدى الشباب واضح من خلال ثورة تشرين، وهذه المطالب اتجهت باتجاه إسقاط العملية السياسية، وقد نجحت في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، والآن هي تتجه بإصرار كبير لإسقاط النظام البرلماني الذي يتجمع فيه تلك الأحزاب وميليشيات مسلحة حقيقة لا تؤمن بالعراق وأصبح واضحا ولاؤها لخارج العراق بطريقة واضحة تماما. جرائم الحكومة والميليشيات، كيف سيتعامل مع الميثاق الوطني على المستوى الدولي من الناحية القانونية؟ أحيل للدكتورة فاطمة. نعم، شكرا على السؤال. يعني بالنسبة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي، يعني تقوم بعمليات توثيق لكافة الانتهاكات وتتراسل مع المنظمات الدولية المعنية بهذه الجرائم. هناك تحركات نحو يعني القيام بفعل من أجل إيقاف ما تقوم به الحكومة العراقية من انتهاكات، لأنها لم تتوقف لحد الآن عن ممارسة كافة أنواع القمع الوحشي وممارسة كافة الجرائم ضد المتظاهرين. كانت مجموعة قوى الميثاق الوطني قد بدأت أعمال المؤتمر الأول بجلسات مغلقة استعرضت فيها عملها منذ تأسيسه قبل نحو 10 أشهر، وناقشت تطورات ثورة تشرين والاستعداد للمرحلة المقبلة.